كابتن إن شاء الله. عادل، مبروك للنادي الأهلي. ولكن أنت قلت في بداية المباراة أو قبل بداية المباراة إن في لعيبة في الملعب لازم تثبت نفسها. ده حقيقة. لعيبة في الملعب لازم تحرج المدرب إنها تكون جديرة بإنها تكون في مكان أساسي في الفريق. أكيد طبعًا. حقيقة. اللي اتشاف العكس. طيب. من بعض، مش عايز أقول من كتر اللعيبة، لكن من بعض اللعيبة اللي هي عليها العين. بس خلينا ناخدك كابتن قبل الماتش. ماشي. لما اتكلمنا مع بعض وقلت ايه؟ المباراه صعبه جدا وللغايه. انا قلت لك ايوه، مش علشان امكانيات الفرقتين، الاهلي بعيد عن الفرقه دي كتير قوي. فرقه ابو قير بعيد، ولكن التوقيت بتاع المباراه ده اللي انا كنت بقوله لك. بص يا كابتن، اي مدرب في الدنيا، اولا سؤال ليكو، عمر حصل فاينل افريقيا ما بين اهلي وزمالك قبل كده؟ لا، دي اول مره طبعا. دي اول مره. واول مره تتعمل مباراه واحده كمان. ده واحد. عمر كانت مباراه واحده؟ لا لا، دي اتنين. هي مرة. عمر كان بنلعب مباراه قبل المباراه دي، كان بيتاجل مباريات للاهلي او الزمالك قبلها في الفاينل. فكل الحاجات دي، ما كانش في كورونا، ما كانش في حاجات كتير. عشان كده بقول لك يا كابتن، خليني اقول لك ايه، ان المباراه صعبه بتوقيتها. لا، انت قصدك لحظه، انت قصدك صعبه علشان التوقيت، عشان ولا التوقيت. لا ماشي، في حاجه تانية، ولا التوليفه بتاعت النهارده مش ماشيه مع بعض؟ لا، التوليفه بتاعت النهارده مش تركيزا في مباراه النهارده قد ما تعديها، وده الهدف اللي انت وصلت له. انت عديته. انا كنت بقول لك اللعيب يثبت نفسه، لان اي مدرب في الوقت ده هيعمل الموضوع اللي عمله موسيماني النهارده، اللي هو تركيزه كله كان، شوف دايما بنقول المدرب بيبقى تركيزه في المباراه، لا، الاحداث بتاعت يوم الجمعه احداث صعبه، احداث قويه طبعا. طبعا طبعا. بس انا تحضيرك ليه يعني، احنا اتكلمنا والكابتن علي اتكلم على اسوأ حاجه كانت في المباراه النهارده، اصابه وليد سليمان. مزبوط. كل التفكير بتاع اللعيبه المهمه جوه الملعب في الاصابه، ان انا ما كنتش، يعني انا كنت اكتر واحد خايف عليه النهارده محمد الشناوي. يا كابتن عادل، انا عايز اقول لك حاجه. انت قلت في كلامك دلوقتي، انت قلت الاجابه. انت قلت يعني اللعيبه المهمه كانت بتفكر تفكير اساسي في موضوع الاصابه، لانها عايزه تلحق مباراه يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله. انما احنا شفنا لعيبه مش هتلعب ماتش الجمعه، او بقدر الامكان هي بعيده عن مباراه الجمعه، ولكن ما شفناش منها اداء جيد.